بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الآن محاضرة طلبة الماجستير بخصوص مقدمة للكليك كيمستري. بالحقيقة تم صياغة مصطلح كيمياء النقرة الكليك كيمستري لأول مرة من قبل العالم باري شاربلس في سنة 1998، وهو حاز على جائزة نوبل في الكيمياء. بعد ذلك العالم فن عام 2001 وصف التفاعل بصورة كاملة. العالم شاربلس وضح وبين أن التفاعل هو لتحضير المواد عن طريق ربط وحدات صغيرة مع بعضها البعض، بحيث تنطيني روابط غير متجانسة من نوع CXC، بمعنى الكربون يرتبط مع ذرات كربون هيترو غير كربون. وهذه الطريقة حسب صياغته لهذا التفاعل هو، ولمفهوم هذا التفاعل، اعتبر يستخدم لتحضير المواد الصيدلانية اللي بمعنى الجزيئات العضوية اللي تمتلك خصائص كونها أدوية. وبين أنه هذه التفاعلات تحدث بسبب أنه هي تمتلك قوة دافعة ديناميكية حرارية عالية، تكون عادة أعلى من 20 كيلو كالوري لكل مول. ليش سماها بكيمياء النقرة؟ عملية ربط مادة بمادة، بحيث عند الربط تعطي مثل صوت كليك، كأنما كليك، ويربطون بصورة تامة. ممكن أن نشوفها بصورة كلش بسيطة بقطع الميكانو، لما نربط قطعة مع قطعة أو قطعة مع قطعتين نانم، ممكن أنه تصير عندي صوت عندما أنه يتحدون مع بعض. فهي هذا مفهوم الكليك كيمستري أو الكليك رياكشن، اللي هو عملية ربط جزيئات صغيرة مع بعضها لتصبح جزيئة كبيرة، لذلك سميت بكيمياء النقرة. تتميز هذه التفاعلات بعدة مميزات ممتازة بالحقيقة. أول شيء أنه هي تفاعلاتها سريعة، سهلة التحضير، ما تحتاج طرق وظروف معقدة. المهم أنه راح تنطيني أو مو تنطيني، راح تكون جيدة جدا وسهلة في عملية التنقية. ما يميز الكيمياء العضوية وطرق والتحضيرات الكيمياء العضوية أنه تحت الصعوبة اللي بيها هي عمليات التنقية بسبب تكون ايزومرات او غيرها. فهنا هذه الطريقة تعتبر easy to purify، ما راح نحتاج الى ان نستخدم كروماتوغرافيا وغيرها حتى نفصل وننقي النواتج، بمعنى انه ما راح تعطيني منتجات ثانوية غير مرغوبة، سهلة للتنقية. تكون مودولاريتي، بمعنى انه ممكن انه نبني جزيئات كبيره باتحاد جزيئتين صغيره مع بعضها مثل ما قلنا. تكون هذه الطريقه متعدده الاستخدامات وواسعه بكل معنى الكلمه. تمتلك ريجيو سبيسيفيك، يعني انه تفضل ان يتم صنع رابطه كيميائيه بحيث ينطيني ناتج واحد بدون اي ايزومرات، لذلك هي ايزي تو بيوريفاي. والمهم، الشيء المهم الاخير، انه هي تكون ذات حصيله عاليه جدا، وهذا جدا مهم في الكيمياء العضويه. بالحقيقة هناك عدة أنواع من تفاعلات النقرة، وهي معروفة من زمان لكن ما كانت تسمى بتفاعلات النقرة. فنشوف أول نوع هو السايكلو أديشن رياكشن. والسايكلو أديشن رياكشن بالحقيقة هو عبارة عن نوعين. النوع الأول ما يهمنا إحنا في الكورس هذا، اللي هو الأزايد ألكاين. مثل ما نشوف التفاعل، أنه عندي ألكاين مع الأزايد اللي هو N3 راح ينطيني الترايزول الحلقي. النوع الآخر هو تفاعلات الديلز ألدر، البيوتادين مع الألكين راح يعطيني حلقة سداسية. فهذه التفاعلين تعتبر تفاعلات كليك ومن نوع السايكلو أديشن رياكشن. النوع الثاني من تفاعلات النقرة هو النيوكلوفيليك رينج أوبنينج رياكشن، اللي ممكن أنه يتم إضافة نيوكلوفيل إلى حلقة الأثيلين أوكسايد على سبيل المثال، مثل ما نشوف التفاعل الموضح هنا. النوع الآخر هو النون ألدول تايب كاربونيل كيمستري، تفاعل الألدي هذا الكيتونات مع مركبات الأمين، اللي هو بالحقيقة تحضير الشيب بيس هنا. والنوع الأخير هو الأديشن رياكشنز أوف الكينز أند الكاينز، المثال مالته هو إضافة مركبات الثايو كومباود إلى الآصرة المزدوجة، فراح ينطيني هذا المركب. وهذا التفاعل بالحقيقة يسمى ثايوكليك رياكشن، وراح نجي له بالتفصيل في المحاضرات القادمة.
الآن المهم عندي مثل ما شفنا بال السلايد السابق اللي هو الأزايد ألكاين، تفاعل مركب الـ RN3 مع الألكاين بالإضافة الحلقية. فكتطور تاريخي بالنسبة للأزايد، أول مرة اكتشف أو وضح طبيعة الدايبولر مالته من قبل العالم لينوس، فشاف يعني هو وضح لي أول مرة أنه الأزايد يمتلك ماينس بلس ويكون على شكل ريزونانس، لذلك تعطيه استقرارية عالية. سنة 1960 وضحوا الميكانيزم للواحد ثلاثة دايبولر سايكل اديشن اوف ازايد مع الالكاين من قبل العالم روف حسب التفاعل التالي، ولأنه كان ثيرمال فكان ما عنده انتقائية، فكان انه ينطيني نوعين من المركبات كايزومرات. وعام 2001 العالم تشارلز هو أول من وضع الكبر كاتالايز 1-3 داي بولر سايكلو اديشن، اللي سوى طفرة بالحقيقة بتفاعلات الكليك كيمستري اللي هي بين الألكاين أزايد باستخدام مركبات النحاس كعوامل مساعدة وبدرجات حرارة الغرفة، فكانت بها انتقائية عالية بحيث ينطيني ناتج واحد ما ينطيني ناتجين مثل ما بالتفاعل الثرمو. هذا التفاعل اللي هو يعتمد على وجود الكبر مفضل ثرمودايناميكيا وحركيا، بحيث ثرمودايناميكيا يمتلك 50 كيلو كالوري لكل مول، وكاينيتيكالي هو 26 كيلو كالوري لكل مول. راح يمتاز بالريجو سبيسيفيك اند كيمو سيلكتيف، بمعنى انه يفضل اتجاه واحد في عمل وتصنيع الروابط الكيميائية اللي راح تنتج، والانتقائية الكيميائية إلى أنه راح ينتقي مجموعة وظيفية واحدة في وجود مجموعات أخرى، لذلك ما راح ينطيني الأيزومرات. راح يحسن بشكل كبير من معدل سرعة التفاعل، بحيث معدل سرعة التفاعل تزداد 10 ملايين مرة، والترايازول اللي راح ينتج راح يكون مستقر جدا اتجاه عمليات الأكسدة والتحلل باستخدام الحوامض. هذا المخطط يبين لي كابر كاتالايز ازايد سايكلو اديشن. نشوف انه السي يو اس او 4 راح يحتاج ريديوسنج ايجنت، وعاده يستخدمون الاسكوربيك اسيد في بعض الاحيان، فينطيني معقد العامل المساعد راح يجي يتفاعل مع الاستيلين ويدخل يصير عندي اسيتايل كبر مثل ما مبينا، بان يفقد تنفقد ذره الهيدروجين هذه ويدخل الكبر معقد العامل المساعد مكان الهيدروجين، ومن ثم يتحول إلى المركب الترايزول، ووجود الكبر كمجموعة مرتبطة بالحلقة الخماسية. بالحقيقة حسب نظرية الكثافة الوظيفية اللي نسميها Density Functional Theory، الإضافة التدريجية اللي تتم عبر هذا المسار 5 إلى هذا المركب إلى 6 7 8 تكون أكثر مفضلة من أن يكون 5 إلى 8، فيحينطيني الكبر ضمن حلقة سداسية مستقرة بهذا الشكل، ومن ثم يطلع الكبر وتتكون حلقة خماسية بالترتيب. هذا المسار مفضل جدا حسب هذه النظرية Density Functional Theory حتى يكون لي بالأخير المركب الخماسي اللي يكون حاوي على الكبر ليجاند كمجموعة مرتبطة. من بعدها راح يرجع الهيدروجين بالحقيقة اللي انفقد ويستبدل السيو، فينطيني الترايزول ويطلع مركب الكبر اللي ممكن استخدمه في تفاعلات مرة ثانية، لذلك راح تكون على شكل سايكل. لو نجي نسوي مقارنة بين الثيرمال والكاتاليست بالكبر كاتاليست، راح اشوف انه لما كانوا يشتغلون بالدرجات الحرارة بتفاعل بطيء جدا
حسب هذا الأزايد مع هذا الأستيلين راح ينطيني آيزومرين، هذا نسبة 1.6 يتكون هذا إلى 1، بمعنى 60% تقريبا من هذا المركب راح يتحضر و33% من هذا المركب، لذلك راح يكون جدا صعب عملية فصلهم لأنه جدا متشابهين ومتقاربين بالخصائص مالتهم، فراح يعني يكون مؤذي بالحقيقة في عمليات الفصل، يحتاج إلى تقنيات فصل وكروماتوغرافيا وغيرها عديدة، والتفاعل بطيء ويحتاج إلى درجات حرارة. من نجي إلى الكبر كاتالايز راح نشوف أنه التفاعل راح يختصر الوقت من 18 ساعة إلى 8 ساعات من درجة حرارة إلى روم تمبرتشر. هنا العامل المختزن نستخدم من صوديوم اسكوربيت، راح يشوفه ينطيني ناتج واحد، فراح يكون فيري سيلكتيف بالحقيقة، ما عندي بعد مركب ثاني حتى يأذيني بعمليات الفصل والتنقية، اليلد مالته 91%، لذلك راح يكون جدا ممتاز في تحضير المركب اللي مطلوب بالضبط اللي احنا نريده. لو نجي إلى بعض التطبيقات في البوليمرات، فممكن نشوف هنا أنا ممكن نحضر ما نسميه البراش بوليمر، أنه عندي سلسلة بوليمرية تحتوي على الأزايد كبندت جروب، فأجي أربطها مع سلسلة ثانية من البوليمرات تحتوي في نهايتها على الألكاين. هذا مهم، هذه السلسلة هي مهمة، ممكن أنه البوليمر البراش اللي راح ينتج ممكن يكون متحسس ل بعض الانفايرومنت اللي تحيط بالبوليمر، نتيجة شنو هذا البوليمر اللي هنا، شنو هي هاي المجموعة البوليمرية اللي راح ادخلها، هذا الخيط مال المشط بروش، يعني مثل المشط كأنما نشوفها كأنما خيوط المشط اللي خلينا نصورها، فهذه ممكن انه تنكمش وتصير صغيرة، وممكن انه تمد نفسها نتيجة تحسسها الى اي ظروف محيط الانفايرومنتس اللي محيطه، فممكن انه نحضر سنسرات عديده بهذا التفاعل نتيجه وجود الازايد الكاين. ممكن انه نحضر ما نسميه بالستار بوليمر، ممكن بالدندرون عمليه، يعني لو شفنا انه هذه ثلاثه فهذا الفرع نشوف راح يعيد كانما يستنسخ نفسه ويكبر، فنسمي هذا الصنف من المركبات بالدندرون. ممكن يكون انه نسوي على شكل جرافت على سلسله بوليمريه فنطعمه بالدندرون، ممكن نسوي جرافت كسلسله مطعمه كبروش مثل ما شفنا بالسلايد السابق، وممكن يكون هايبر برانش سلسله متفرعه فائقه، يعني تفرعات جدا عديده. كل وحده من هاي الاصناف لها العشرات من التطبيقات المهمه ككيمياء البوليمر، في كيمياء البوليمر. ممكن انه نستخدم ساند مثلا، وعاده هذه تستخدم بال 3 دي برينتنج الان، يستخدمون بعض المساند ويبدون يزرعون عليها الازايد ومن ثم يفعلونها وهي مركبات ازايد حتى ينطيني البروش، وهنا هذه بالذات تستخدم كمتحسسات سنسرات لاي غرض ما، او ممكن يدخلون مجاميع بحيث تمتلك مثلا كوندكتيفيتي عاليه فتروح الى تطبيقات الاي سي والاولد وغيرها من التطبيقات الكوندكتيف المهمه. ايضا استفادوا من عندها في الفيروسات، انه لما يحضرون مجموعه من هذا الكوانتم دوت اللي هو سيمي كوندكتر بارتيكل حجمه بال نانوميترز، لذلك راح يمتلك خصائص اوبتيكال والكترونيك ممتازه، فممكن انه يطعم سطح الكوانتم دوت بمركبات تكون نهايتها مثلا الازايد، والازايد نجي نربطها مع مركبات ممكن ان ترتبط مع الدي ان اي او الار ان اي بالفيروس، فراح يربط البوليمر كله بالفيروسات، بمعنى انه راح يصير عندي ليبل حتى اقدر اتابع مسار الفيروس وين يروح داخل الجسم باستخدام الطرق الضوئيه او غيرها حسب المتابعه حسب اللون او اي نموذج اخر او اي تقنيه اخرى، فنسميها بالليبلنج اوف ليفينج فيروسز وذ كوانتم دوت بروب.
هنا ممكن انه نستخدم بالدراج ديليفري بالحقيقه، اللي يعتمد على الكربون نانو تيوب وغيرها، او ممكن انه يستخدم في الخصائص للخصائص التوصيليه باستخدام الكربون نانو تيوب. فممكن البوليفينول الكحول هنا مع التفاعل يتفاعل مع السكسانيك انهيدرايد راح ينطيني البولي استر، ومن بعد البولي استر اللي راح يتكون اللي هو الحد هنا راح يتفاعل ويا بروباجايل امين، البروباجايل امين اللي هو الحلقه الثلاثيه سي اتش 2 ان اتش 2 الحد هنا، فراح يتفاعل ويا جزء السكسانيك هنا. السكسانيك كان سي دبل بوند او او اتش، فالان اتش 2 ويا الكربوكسيليك اسيد راح ينطيني الامايد وتصير عندي نهايه ازايد. هذا المركب ممكن ان يلتصق استك على سطح النانو تيوب بسهوله، ومن بعدها ممكن انه افاعله مع الازايد وبوجود الكاتاليست الكبر كاتاليست حتى اربط قطعتين كربون نانو تيوب مع بعضها، واستخدمت العديد من الازايدات هذا حسب نوع التطبيق اللي مطلوب. شكرا جزيلا.